اجتمعت الفرق الفنية في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة تكامل. وفي هذا الصدد أشاد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولا لتكامل المنشود. من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إنه تماشيا مع الرؤية السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية وتقدم نموذجا في التكامل والتعاون، مضيفا أن التعاون بين كل من برنامج المحتوى الوطني وبرنامج القيمة المحلية المضافة تكامل يشكل خطوة مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.